التفسير العسكري هنا: الانسحاب الروسي من سوريا ودخول الفصائل المسلحة الموالية لإيران وسيطرتها، بحسب العديد من المصادر الصحفية قامت بالسيطرة على العديد من القواعد التي انسحبت منها روسيا، وها نحن الآن أمام تركيا بالعملية التي تم الإعلان عنها الخميس الماضي، وأمام قواعد أيضا روسيا من المفترض تركيا أن تسيطر عليها. لماذا فعلت هذا الأمر روسيا؟ يعني لماذا تركت الأمور في الشرق الأوسط بهذا الشكل؟ أليست لديها مصالح على البحر المتوسط؟ هل من مصلحتها أن تكون الأمور قلقة بهذا الشكل، يزداد القصف مثلا على الفصائل على مطار دمشق وغيرها، وتشتعل المعارك هنا وهناك وصدام بين تركيا والولايات المتحدة؟ يعني أين المنطق من هذا الانسحاب بتقديرك العسكري؟ نعم، انسحاب الروسي من سوريا باعتقادي هو مستبعد. الانسحاب هو انسحاب تكتيكي لعدة أسباب. أصلا عمليات الانسحاب أو إعادة التموضع هي تحدث في حالتين: في حالة عودة الانتشار بطريقة ثانية، أو الاستعداد للهجوم لأماكن معينة، أو إعادة التموضع وسحب القوات الإضافية التي من الممكن استغلالها في أماكن أخرى. اللي يحدث في سوريا، سوريا لا تستطيع أن تفرط في سوريا، الروس لا يستطيعون أن يفرطوا في سوريا. سوريا مكان استراتيجي مهم جدا على البحر المتوسط، لا تستطيع روسيا التفريط فيها. تفريط روسيا في سوريا يعني السيطرة الأمريكية على هذه المنطقة المهمة والحيوية جدا التي تحتوي مناطق شرق البحر المتوسط، التي هي أماكن مليئة بالغاز، وهذه الأماكن المليئة بالغاز من الممكن عن طريق سوريا أن تساهم في التصدير إلى أوروبا، وبالتالي هناك بديل أيضا للغاز الأوروبي غير روسيا، وبالتالي هذا الموضوع منتهين منه. الروس لن ينسحبوا من سوريا، ولكن هناك إعادة موضوع، هناك جدول الأولويات، هناك الروس بحاجة إلى دعم عسكري في مناطق القتال في أوكرانيا. هنا في الاستراتيجيات العسكرية دائما تدرس الأولويات، هل الأولوية لسوريا أم الأولوية لأوكرانيا، وما هي مدى أهمية سوريا، وكم تحتاج سوريا لتأمين سوريا أن تبقى سوريا على قيد الحياة. على ضوء هذه المعطيات يتم تحديد القوات التي سيكون انتشارها في هذه المناطق. أي بما معنا، لو كانت الكي اي 52 متواجدة والسيخوي 34 متواجدة، وعدد من القوات الخاصة والقوات الروسية المشاة المتواجدة في هذه المناطق، من الممكن أن تكون كافية لحفظ أمن سوريا، من الممكن غير تكون غير كافية للانتشار أكثر أو للتمدد أكثر داخل الأراضي السورية، ولكنها كافية لكي تدافع عن الحدود السورية أو على ما استطاعت سوريا الحصول عليه من أراضيها، وهو مساحة 65% من الأراضي السورية يتم السيطرة عليها من قبل الحكومة السورية. إذن عملية الانسحاب الروسية هي غير موجودة، الانسحاب كليا من سوريا، هي إعادة تموضع والحفاظ على سوريا بأقل الدعم العسكري، ومن ثم توجيه الدعم أو تركيز الدعم على مناطق القتال في أوكرانيا حسب الأولويات العسكرية التي يراها القادة الروس. المنطقة هي منطقة معقدة، الفراغ الذي يتم تركه من قبل روسيا بالإمكان سده من قبل الميليشيات الإيرانية، ومن الممكن أن تكون ميليشيات عراقية أيضا مساندة لهذه الأماكن. عمليات اشتباك كبيرة على هذه المناطق أو على خطوط التماس لا توجد عمليات اشتباك، بالإضافة إلى أن العمليات الروسية القتالية التي كانت في سوريا، آخر عملية هي كانت في مارس 2021، أي قبل أكثر من سنة، استمرت لمدة شهر كامل، وكانت عمليات قصف على مناطق الحسكة وعلى مناطق الشمال إدلب التي أو جنوب خط أمفور اللي هي مناطق الحسكة. إذن الروس لم يدخلوا في أي عملية عسكرية منذ أكثر من سنة، لا يوجد هناك اشتباك حقيقي على هذه المناطق، لا يوجد خطر حديث حقيقي يهدد أمن هذه الحدود التي تسيطر عليها القوات السورية. جميل جدا. إذن من الآن المهم جدا سحب القوات الإضافية من سوريا وتوجههم أو تركيز التركيز في أوكرانيا، هو أهم جميل جدا. فيها من